السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله يا رب. اول حاجة نقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ حلقتنا الحلوة الجميلة. طبعا احنا كنا في حلقة عملنا السحلب الخام اللي انت مش هتشتريه من بره تاني، يعني حاجة بجد حلوة او ان انت تعملي حاجتك في بيتك تلاقيها. طيب انا قلت السحلب ده احنا حطينا فيه لبن بودرة وحطينا فيه، انت هتدخلي الحلقة وتعرفي فيه ايه، بس بجد حاجة حلوة وجميلة. وبعدين بقولك على معلومة وبتك عليها، ما تحطيش المكسرات مع السحلب، مع الوقت هتلاقي ريحة السحلب ما بقتش حلوة. المكسرات يا جماعة بتبقى كلها زيوت، فاستفيدي منها لوحدها، بعد ما تخلصي حط شوية مكسرات من فوق. ده يا جماعة السحلب اللي انا عملته معاكم. على فكرة انا ما حطيتش لبن نهائي، والله ما حطيت اللبن اللي هو السايب ده، ما حطيتوش نهائي. الكوباية دي معمولة بمية، مية بس، مع المكونات اللي انا عملتها عملت لي كوباية سحلب محترمة جدا، والمكسرات عليها هي من فوق في منتهى الجمال. حطيت مية، يعني مثلا الكوباية دي انا بالظبط بنقصها، ما بحطهاش كلها، انا بحط كوباية الا ربع مية، وبحط علشان انت بتحطي سكر وبتحطي بقية الحاجة فبتزيد، بحط ربع كوباية الا ربع مية، وبحط معلقة ونص من خليط السحلب، وزي ما انت عايزة بقى سكر ثلاث معالق معلقتين زي ما انت عايزة بس، وبتحطيهم على النار وبتقلبيهم طول ما انت حاطة كده، بتقلبيهم لحد ما بيديكي ايه. هو انا مش عاملاه تقيل والله ولا حاجة، عاملاه معقول، يعني بصي سايل يعني مش تقيل. بصي المكسرات اهي، بصي وسايل، يعني انا ما بحبوش ايه تقيل قوي، بس ده مفهوش نقطة لبن سايب اللي هو اللبن السايب، لا يا جماعة والله انا عملته بمية. بصي وكفاية ريحة جوز الهند، ما شاء الله ما شاء الله، بصي عاملة حاجة جميلة قوي، يعني ريحة جوز الهند حلوة قوي. جيبيها بودر، ما تجيبيش اللي هي الاسانس اللي بيقولوا عليه، لا لو عايزة تجيبي جيبيه بودر ومكان يكون موثوق فيه. لو عايزة تعرفي منين اكتبيلي في التعليقات وانا هقولك. ولو عايزة تعرفي لبن البودر ده منين، على فكرة اللبن ده جميل جدا جدا، انا لسه فعلا برضو لسه كنت بجيب طلب يعني، وشفته في سوبر يعني ماركت كبير، بس بجد لأول مرة قلت اجرب واشوف شكله ايه او طعمه ايه، بس والله جميل، ملوش ريحة، في نفس الوقت جميل جدا بجد. ممكن تعملي بشاي، ممكن تشربيه كده، بس هو ارجح بالشاي بيبقى احلى، او ممكن تحطي في المعجنات في اي حال، بس لبن بودرة جميل، هو مش غالي، هو بيتباع بالكيس على بعض، بس حاجة جميلة ونظيفة بجد، شركة محترمة. يعني اللي عايز يعرف اللبن البودر ده اسمه ايه وبكام يكتب برضو في التعليقات، وانا والله ما هبخل عليكم، هقول لكم المكان فين وهقول لكم بكام الكيس وقد ايه، بس بجد يعني بجد يغنى عن السايب. يعني انت بالليل ومش عارفه تخرجي مثلا تجيبي لبن سايب، لا اعملي زي ما انا عملت كده ما شاء الله، ممكن الصبح قبل ما تخرجي تعملي كوبايه زي كده تشربيها ما شاء الله، يعمل لك طاقه حلوه، لان هو مليان كل حاجه. بصي اهو مش سايل، مش قصدي مش جامد، ان احنا حاطين نشا هيبقى جامد، لا والله. بصي اهو، بصي عامل ازاي، يعني ما شاء الله. انا ما بحبش المكسرات كتير فيه، في ناس بتحب الوش كله بيبقى مكسرات، دي حاجه ترجع لكل واحد يا جماعه والراحته. انت عايزه مكسرات بعد ما تخلصي خلي شويه مكسرات كده في علبه على جنب،
تحطش بقى من فوق حبة مكسرات حلوين. انا كل اللي حطاه هنا سمسم بس مش اكتر. بصي يعني زي الفل، حاجة عسل. تعمليه لأولادك، هو بيدفي كمان في الشتاء حلو قوي وبيدي طاقة حلوة. سايل مش جامد، مش مكتل مع النشا، لا بص اهو كمان ولا في تكتيلة ولا في اي حاجة. انت بتحطيه على النار وتقلبيه، طول ما انت حطاه على النار قلبيه، يعني مش تحطيه وتسيبيه، لا عشان يطلع بص جميل كده وصافي حلو زي الفل. بس كوباية الله، والله جميل، وريحة جوز الهند عاملة شغل عالي ما شاء الله ما شاء الله. كوباية سحلب بجد تستاهل بقكم كلكم من الاخر، يعني حاجة حلوة كده. وبعدين احلى حاجة ان انت اللي عاملاها في البيت، هتشرفك قدام ضيوفك وقدام اهل بيتك. فانت جيب الحاجة، اهم حاجة جيب الطلبات دي من حد موثوق فيه، يعني ما تروحيش لمحل يكون على قدك او عشان جنب بيتك فتستقربي وتقولي اجيب، طب ما الحاجة مش هتطلع حلوة. لا مش مشكلة، حتى لو هروح مكان بعيد بس المحل ده كويس وصاحب المحل ربنا يبارك بيعمل حاجة كويسة. ليه بقى؟ انت بتدفع قرش، يبقى جيب الحاجة كويسة بس مش اكتر من كده. فدايما يا رب اشوفكم على خير واشوفكم في كل جديد، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.